محمد ميكو فنان تشكيلي ابن مدينة فاس. الآن هو اليوم الثالث ديال المشاركة في المعرض الدولي للفن التشكيلي، إذا تحت عنوان التأخي. إذا الآن حنايا موجودين في الضيعة البيداغوجية اللي موجودة بمدينة الرباط عين عودة. كانت أجواء جميلة، كانت كرم الضيافة، يعني هنايا تنعرف بأنه الفنانة عندهم قيمة في المغرب، لأنه في هذه الضيعة البيداغوجية استقطبت الفنانة وفرت لنا الراحة الشاملة، يعني بموسيقى، بكرم الضيافة، يعني في ذاك يعني الفضاء كان مفتوح للفنانة. ومن بعد ما يعني شفنا سكيلا يعني في هذه الضيعة، نضنا وكل فنان قبض دار البصمة ديالو، رسمنا، كانت يعني درنا واحد لوحة جماعية، أولا لوحة جماعية ديال مدينة تطوان، مدينة الرباط، مدينة فاس. إذا في هاد 50 فنان داروا هاد الثلاث لوحات. من بعد داك الشيء قبطنا يعني، وعاوتاني كل واحد دار واحد المبادرة ديالو وصوب لوحة ديالو تشكيلية. والسلام عليكم.